درست رقص الباليه في المملكة المتحدة، ومنذ 14 عاماً لم تتوقف عن نقل خبرتها للأجيال الجديدة. أنتجت العديد من العروض الراقصة، أحدثها عرض ميراث الريح الذي تشارك به طالبات مقدسيات. نتعرف على وفاء قدسي في هذا التقرير. أنا بلشت أتعلم وأنا صغيرة، رحت على إنجلترا كملت بي اي بكالوريا في الباليه. لما رجعت في كمان كان ست اسمها وداد عطلة كمان كانت مبلشة، فأنا وياها اشتغلنا، وبعدين أنا رحت كنت بالناصري ساكنة، انتقلت للقدس وبلشت بالقدس كمان أكبر الباليه وأحاول أطوره. قبل 4 سنين عملت امتحان ورخصة، صار المنهاج تابع لبريطانيا، فصرت أعمل منهاج باليه تابع لبريطانيا مع امتحاناته مع شهايده المعترف فيها. وهينا عم نتطور شوي شوي ولعروض إن شاء الله كمان أكثر وأكثر. ميراث الريح فكرته يعني جدا حلوة، كانت فكرة المخرج محمد عيد، هو بنى النص وأعد المسرحية اللي هي بتحكي عن المرأة، يعني كيف المرأة اللي بتحاول تنطلق بفكرها بإبداعها وشوي مرات بعطلوا عليها، فعملها عن طريق محكمة. وبالنسبة للباليه والرقص المعاصر والدبكة حبينا ندمج، يعني نعمل مسرحية راقصة، لأنه إحنا دائماً يا بنعمل مسرحية يا عرض دبكة، فحبيت يكون الإشي متكامل، أنا وأستاذ محمد وأستاذ نعمان القاق اللي هو مدرب الدبكة، فثلاثتنا اجتمعنا مع بعض وكوننا عرض راقص اللي هو بيحكي عن مجتمعنا. وبرضو استعملنا الملحن المبدع رامي وشحة، لحن لنا كل أغنية استعملناها، ما في موسيقى اللي أخذناها من برا، كله كان تلحينه. الباليه هو مش للعرض بس، هو للجسم كتير بيجولي كعلاج، يعني مثلا بيكون في بالإجر مشكلة أو بالجسم مشكلة، برضو من ناحية رأس إنه بعطيها ثقة في النفس، بتطلع على المسرح بتكتسب معنويات عالية، بتقوي شخصيتها. وبحس إنه مع الوقت عم بكتشف إنه بناتي الباليه لما يكبروا جد بيكونوا رائعات وعندهم حضور، حتى مش على صعيد الباليه بس، برضو بأكاديميا أي إشي بيكون مسرحية يحكوا عن حالهن، بحسهن عندهن ثقة حلوة في نفسهن، وإن شاء الله نضلنا على هذا الشغل.